رفاق، يبدو أن وقت هؤلاء المقنعين قد بدأ ينتهي. فهمتم؟ أحسنت يا مبتدئ. أنا آسف حقاً، ولكنني لم أكن منتبهاً. لا نملك الوقت. هانترس، أيمكنك الوصول إلى سهم الشابك؟ أعطني الوقت لأجرب. هانترس؟ حسناً، أمسكت به. استعمليه كي تفتحي إحدى العلب القريبة منك في حزامي. وأنت بيتل، اقترب إلى هنا كي تسحب الكبسولة. أمسكها ناحية السلاسل واكسرها، يوجد فيها حمض الكبريت. الوقت ينتهي. أنا أحاول ولكن... أحسنت يا بيتل. بالكاد، في رأيي علينا أن نتركه كي لا نتأخر. سيبقى معنا. إذن ألديك فكرة أين ذهب بيبي فيس؟ هناك مكان واحد قد يكون فيه، في مركز كل شيء شرير في مدينة غاثم. هزمتهم يا بات، لأن من يملك الألعاب الأكبر يفوز. لا تقلل من شأننا الآن يا بيبي فيس، فلدي بعض الألعاب في حزامي. محق. لا مزيد من التردد في محاربة الجريمة. حان وقت البطولة. ليس سيئاً. شكراً. آسف بيبي فيس، لا يمكنك أن تلعب مع الأولاد الكبار. لا تتكلم مع زوجي بهذه الطريقة. لن تضرب سيدة، صحيح؟ العدالة لا تفرق بين الناس على الإطلاق. لا أحد يفعل هذا بزوجتي. لدي أسلحة أكبر من أسلحتك، وسأستعملها كي أقضي عليك. تعرف القواعد يا بيبي فيس، إن أسأت التصرف فستؤخذ منك ألعابك. هذا ليس عدلا، هذا ليس عدلا. أريد أمي. أحسنت، اتصل بي بعد 5 سنوات. أراكما لاحقاً. هل سمعت هذا؟ تريد مني أن أتصل بها؟ هل سأصبح شريكها أم؟ لا، ولكن ربما سأصبح. حسناً، ولكن ماذا لو تصبح شريكها يا ولد؟